هكدا خياله ملبوس برمته تبوز. لو افتكرتونا طبقيين ايمن عامر ومحمد توفيق، دول اصلا مجانين مهيسين مسيكبين لسعين شاكرين مهللين. مساء الخير عليكم. احنا بقالنا 10 ايام قاعدين في حاجه مضايقانا جدا. كابتن حسام غالي هيعتزل، القيمه والمقام والقائد العالمي المايسترو اللي بيقدر يحكم اي حاجه، قائد جوه الملعب وقائد بره الملعب. مش عارفين نقول ايه على حسام غالي، بس يعني هو قيمه كبيره جدا. دي حاجه مضايقاني انا، وحبيت ان انا انزل اتكلم مع الناس عليها. ازاي حسام غالي هيسيبنا؟ ازاي حسام غالي الراجل اللي بينتحر في الملعب عشان خاطر النادي؟ ازاي حسام غالي القوي جدا اللي هو في وقت ما الاهلي احتاجه، في وقت من الاوقات بعد ما ناس كتير اعتزلت هو قدر يرجع وساند النادي؟ ازاي حسام غالي اما بيجي له احتراف او كان اي حاجه بيرجع لناديه الاول؟ ازاي حسام غالي اللي لما الخطيب في الانتخابات جه مخصوص من بره اجازه يوم واحد ينتخب عشان هو حماسه للنادي ورجع تاني؟ حسام غالي القيمه والمقام. النهارده نتكلم مع الناس ونشوف رايها على اعتزال حسام غالي. شكرا.